عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبة؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ طيب؟ الله ما علينا خلاف. حكمي وين هو؟ حكم الشمبوس اللي حكمتك بهذاك اليوم. ما حكمتني لي شمبوشة. ها؟ مو بنا، الله يصلحك، غلطان. مو بنا الشمبوشة، غير الشمبوشة. أنا ما بقيت حد ساكن في مكة إلا حكمت الشمبوسة. وين شمبوستك؟ ما حكمتني، كنت تقدر تحكمني الحين. جحدتني يا عيال، الله أكبر عليها. ما حكمتني بشمبوسة، والله ما لعبت معك بشمبوسة. لو فزت معك ترى حكم واحد. إيش؟ 20 حبة شمبوسة مفرزن. مفرزن ولا مقلية؟ لا أبغاها كذي في الفريزر أحطها. 20 حبة؟ 40-60 عادي، ما نستقبل يعني. جولة ولا جولتين؟ جولة واحدة. جولة واحدة يلا. بالله عيال تكفون، بالله الشمبوسة حقتي غلقت، تحاوشوا بالله. تكبيس وشير يا ربعي. وش عندك غير الشمبوسة تحطين في الفريزل؟ ما معنى شيء، ما معنى إلا شمبوشتي. كبيبة، بقلاوة، شيء. ما معنى إلا شمبوسة. اسمعي، اسمعي، بتسوي لي 40 صح؟ أبغى 10 باللحم وعشرة بالدجاج وعشرة بالجبنة، هالجبنة ذي كاية حقت البيتزا الشلدر، وعشرة بالقشطة والعسل. ما عندنا عسل، العسل غالي. خلاص الجزر والقوطة على الخضار يعني. خلاص بقع سمبوسة. اي شوفها اللي حكمتها سمبوسة عندي هني في الكومنت. من هي؟ من هي؟ فاتن. اكثر واحدة ما تنفذ احكام المروحة فاتن. والله العظيم قسم ما عاد بلعب معها انا، خلاص والله. تكبيس تكبيس وشير يا ربي. تكبيس وشير. يلا يا عيال تسحر، تسحرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلها فطيرة مباركة يا الله. بسم الله. بالعافية حبيب. شنب يا ربعي. هبلب. أنا معي موتي. هاكل أنت بالعافية. يا زين كنت ساكت. هبلع صوتك لا يرتفع. هازين كنت ساكت، أنا قلت صوتك لا يرتفع، ورب كعب الأرث فوق أنفك. أنا ما قلت شيء، أنا قلت يا زين كنت ساكت. أشربي مويه وشدي حقك. أنا قاعد أشرب مويه. أشرب. ها دب قلبك يا هند. هند ولا باكستان؟ لا تعيدها. تكبيس وشير يا ربعي، الدب اللي يروح علينا. ناخذ سعيد حمش على الصدام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. الله يحفظ النعمة ويديمها من الزوال. الحمد لله يا ربي. اللهم امين يا رب. بعض الناس يقول لك واو يا اللهو يتسحر فطيره. والله الذي لا اخو ثاني. يا اخوان ارحب يا رشود يا رحم حيك. اقسم بالله ان كان فازت انها بحق. حيك من يحتمي سمبوساتي. حيك ربعي يا ربعي دخيلكم. اجل يقول السمبوساتي لك يا هدى لاخر رمضان. من هو ذي دعمك؟ ذي حسودي الحسد اعمى بصيرته. ورب كعب انه حسودي ورب محمد، عشانها بتسوي لي شمبوستي. غرب الله يغرب عليك. اكثرتها لو انك اهونتها وقلت 20. اقولها الله الله لا يشكر فضلك. اروح اخذها انا بخش من ريال ب20 ريال على حبه بريال. الحبة بريال، هتخيل تشتري ب40 ريال. إن شاء الله حط 40,000. هي قروشي ولا قروشي قرشة وظهرك؟ ولا قروشك، بس أنا أعلمك. هاما ولا برم ولا برم. أنا برم من دونه. حسده الله أكبر عليهم.
أنت طالب فاتن 50 سمبوسة؟ الحكم الأول يسقط عن فاتن حكمها. ما في أحكام إسقاط أحكام. هذا اللي أقوله، الحكم الأول يسقط حكم فاتن. الثاني. الثاني. الحبة 3 ريال. ليك السمبوسة 3 ريال حبة. والله إنها محشية لحم غزلان. ليه الله يجعلني ما افطرت. والله يا حبيبي. بريال تميش وبريالين فول. دق يا حبيبي لنا تتفقع شواكلك. لا تضحكين والله اني من جدي. هيك صادق والله، والله ما شري بثلاثة ريال. كذاب اشر من تجاه على عيني وراسي. ما هو تاكلون. هاي الحكم الثاني. هات 40 سمبوسه لي. علي الطلاق. يحرم عليك يا شيخ رقاق لحاله بدون لحمه. يحرم. الحكم الثالث. ها مضمض بشطه دقيقتين من جلتين. افتح جوله ثانيه. لا لا قلت انا سعيد حنش ماني بحي الله رجال. انا ما العب الا من جولتين. العب معك جوله ثانيه. افتحي جوله ثانيه. انا ما العب 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 ما عندي مشاكل بس قم نفذ لي. لا والله ما عم من جولتين انفذ. لا لا قم نفذ لي. لا لا يشبط يشبط يشبط. ما رشدي جاي يقول سعيد. رشدي اخذ قلبك يا رشدي. اي اخذ قلبي. ما يهب لي سكورات الله يهب له العافيه. متى على عيني وغلط حتى انا أزل أبغى أقول يا فلان وأقول اسم الداعم. متى على عيني وأزل حتى أنا فالأسماء. يلا فتحت لك جولة تأخذ حقك بس قول. لا لا ما عيني أفضل من جولتك. سيد أنت قلت لي جولة. طيب عيدي الأحكام أشوف. تمضمض بشطة تسقط حكم فاتن. الحكم الثالث تمضمض بشطة. لا لا قصدي 40 سمبوسة لي قصدي. ما أنفذ أحكام فيها هدر فيها قروش ولا أنفذ أحكام أسقط أحكام. إيه يلا يلا أوكي. مضمض بشط جولة كاملة. ممتاز. الثاني. الثاني. ها إيه ذيه اللي بخر اكسره قدامنا. خليك في حالك. احكمين هنا في البث. الثاني. ها الثاني تلطم ما بشوف وجهك جولة كاملة. تخسين تعقبين خلجة ملاش. هاي طيبك احكام سنة. ايش معك فيها هذه؟ خلاص الحكم الثالث معجون داخل فمك وبصم جولة كاملة. قسما بالله اللي غلق. والله غلق المعجون. غلق والله. ها غلق ما بعد قضيت. حساباتي كلها مقفلة بقعة. خلاص هب مناديل في فمك واسكت. خلاص بنسقط حكمه فاتن. الله يلعنك على العين. فاتن معك حيك بتونا. يا عيال دبل بالله عليكم دبل. فاتن عندي فاتن. تحاشوا يا مسلمين. سجلي يا فاتن عشان بكرة الصباح يقول لك. حيكم حيكم يا ناس دبل. يلا بنشغل لكم أغنية حماس. الحين شاي شرح مرحبا اللي مليون فرحانة في التون. الله يجعلني فدوة في التونتي. والله بالتكبيش نردهم قسما بالله. تحاشوا بالله. عذابك حزين شغلنا بدون موسيقى. رمضان يا حب لا تقف على باب الأرزاق. خلى المشاعر من بعضها تروى. يا لطيف أقسم بالله كلمات في الصميم. أسمع 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 أسمع. يا حظ لا تقف على باب الأرزاق. خلى المشاعر من بعضها تروى. يا لطيف الوصل مركب حلم في بحر الأشواق والهجر جمرة. من هاتك هو تكبيس يا ربعي دخيلكم. من فحص الأخلاق لا عاد بقوات صبر.
حسبي. شفت لي اسم، شفت لي اسم في الكومنتات قبل شويه، والله اتعبني. تحت لك صدري بعد طول الغلا وبانت لك بيت شراع مطوع غيرك على الاطلاق في العين ما لاقي حظ سلسل بجيدك تلواك النايم زمة الصدر توا تكبير الشربعي جبناهم والله جبناهم فتان ومجنن رفيع عين الاذواق جيتك قمعت غير حيكم والتكبيس شدوا شدوا هب هب القوة لا عدمتكم دفعوا بي عنكم يا مسلمين الله يجعلني بدأكم قلبك يا سعيد الله يجعلني معدمك فاز يا نالويتك جدا برشودي الله يجعلني فدوة ما قصرت بيض الله وجهك لا خلو لا هات حكمك الأول 40 حبة شمبوسة بكرة تجي الثاني يا طويلة العمر والسلامة مع أنها جحفل المفروض جولتي ولا برم أنا متقدم كيف أجلحف نفسي في عقلك أنتي جحفلته في الأخير أنا متقدم كيف أجلحف نفسي هاي الله لا يهينك الأربعين شمبوسة حقتها فاتن هاشيليها أنت الثاني الله لا يهينك لمدة 3 أيام ورا بعض كل يوم عريكة الله تبطي عظم الثالث الله عز هذا حكم الحكم الثالث يا طويلة العمر والسلامة وش اسمه أعطيك رقم مخالفة هذا الحين تسددينها قدامنا والله ما تذوقها ها بقى خلاص نبتدي حكم الشمبوس فلوس ما ادفع حكم ثالث ما معي ولا خلاص الحكم الثالث تحطينا شو اسمه 3 حبات مرقه ماجي في ثوبك ما عندي مرقه ماجي ملح ما عندي احلفي قولي والله ما معي والله العلي العظيم ما عندي الا معجون حاليا قومي جيبه من المطبخ والله ما معي سعيد نقلنا العفش الحكم الثالث تغيرين اسمك تكتبين ام حنش ما اقدر عشان التوثيق ليش الصالح ذي كله انا عشان اسمعك يعني استغفر الله العظيم الله ما خسني في الصايح ترى ها حكم ثالث الحكم الثالث تجين تعطيني اسد اليوم ما جيت لك ما لا حبه واحد فلوس ما ادفع بتموتي تخلينها وراك يا كهل تلجن عادي ما خليتها الا لبنتي عادي خلوها الحكم الثالث يا طويلة العمر والسلامة جوالك الثاني معك؟ ايه فرمتي ذا الحين قدامه هذا هدر للمدروش لا ما هو قرشة وصفحك قومي لا عرفتك احكام نفذي ما فرمت جوالي خلاص عندك حكمة ما عجبك الثالث عندك حكمة عطني حكم زي الناس الحكم الثالث ايه اعطوني احكام بالله يا كومنت شاركونا تفضلوا يا كومنت اعطونا كومنت بالله نبغى حكم سم سم يسم العدو لا يشبط قرنين يشبط سلف يشبط ما في الحكم الثالث تجيبين مكنسه كرهبة تشفطين برطمك دقيقتين اسمع سعيد عشان تفهم انا بيتي اغراضي كلها راحت البيت الثاني ما معي معك مناديل حس والله المناديل باقي موجوده ولا لا يا حياتي بقى في معجون اقول لك اللي فيه اصلا معجون حطي في ثمك معجون انا احدد كميه انا بعصر ما بعصر قدام الكاميرا لا ما لا لا ابغى اشوف قديش تحطين لا ما هو بكيفك دقيقه ايوه قول لي لين خلاص وبعدين احط الفمي لا انت كذي عصري قدامنا لا ما عصر قدام الكعبة لا وربك كعبة هذا حكم تبغى تنفذي ولا بهواك
بحط هذا كله. لا لا يشبط يشبط والله. اعصري قدامي انا ابغى اشوفه قدامك. مو بحلو مو بحلو ما اعصر قدام الكاميرا. خاب هواك والله بقى. يا بت... طب ايش اسوي بك يا هذا؟ بحط في اصبعي وبعدين احطه في فمي قد كذا. اعصري اعصري آه آه مطولي. زيدي 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 زي هذه اربع مرات. انا حدد الكميه بهواي. زيدي زيدي مطولين زيدي ولد. خلاص كان دي يلا هلقمي. ها وش دراني اللي دحين في ثمك؟ وش دراني؟ يمكن انك عطشتيه كذي في الجدار. لا لا فمي كأنها النغافة. يلا كيف بالله كيف كيف حالك وانت خليتك تسكتين ولا برم؟ اخ يلا روح يجي المستوى تعالي. يا حسودية حسودية انتي انتي وفاتن كلكم حسدة. والله ما تذوق السمبوسة. الله يجعلها تغذيبك. الا نعم والله ما تذوق حسدة. كذا بيجيك الدماء دماتي هذه دماء دماء هذه دماء الحسادة فك ابدا قسما بالله حسادة ترى حسادة هذه. ليش يوم سعيد حاشي يحكمكم شمبوسه ما تجيبون؟ ليش؟